طبعا امبارح كلنا شفنا ست نوال، الحاجه نوال، واللي الرئيس قابلها وهو بيعدي بموكبه مغادرا بعد افتتاح سيادته لمجموعه من المصانع بابو رواش. النهارده يعني قام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بزياره للسيده نوال، وكانت هي مقيمه بمنشيه ناصر، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح شافها وهو معدي بموكبه، وكان هناك حديثا بينها وبين الرئيس وطلبات للست نوال في منطقه ابو رواش. بعد حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الست نوال، وجه سيادته بتنفيذ كافه احتياجاتها، وبناء على ده النهارده التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي زار الست نوال وقاموا بتلبيه كافه احتياجاتها. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن الست نوال ونرجع نكمل الكلام. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتوفير كافه احتياجات السيده نوال حسن محمد حسن والمقيمه بمنطقه منشاه ناصر، وذلك بعد ان تصادف مرور موكب سياده الرئيس اثناء جلوسه على الرصيف في منطقه ابو رواش وحديثه معها، قام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بزياره للسيده نوال. واقفه كده جيت نازل العربيه وراح مسلم عليا، وانا خدته في الحضن كده بقيت فرحانه بيه والله. الرئيس نفسه يقول لي ايوه انا مش شرف بيكي، انا مش قلت له انا ده انا اللي مش شرف بيكي. وتم إهداؤها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني. معايا ابن قاعد من شغله ومعايا راجل كبير وحالتنا على قدنا، فأنا عايزة معاش حتى وعايزة ابني يشتغل، أهم حاجة كان عناية وعمل لي كده والله. هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة وتحقيق حلمها لأداء عمرة وجاري تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة.